غريب او كل ما هو طريف. فده الخبر. كانوا زمان في كلية الاعلام يقولوا لنا، وطبعا زمايلنا في كلية الاعلام اكيد فاكرين المثال الكلاسيكي ده، كان يقول لك هو الخبر ان كلب عض راجل ولا ايه؟ يقول لك لا ده مش خبر، انما الخبر الحقيقي ان الراجل عض كلب، وهنا الخبر انه ايه؟ الفرخه اللي معرفش ب 50 جنيه ولا ب 60 جنيه تتعالج ب 7000 ولسه في علاج طبيعي. يا نهار ابيض، مش عايز امسك شعري. طيب هنروح دمياط بقى، ايه رايكم؟ نسيب بقى البحر الاحمر ومرسى علم، دي على فكره حكايه وروايه واتمنى اروحها لانها منطقه ساحره عالميه جدا والناس كلها بتعشقها. هنتكلم في نفس الملف اللي عنوانه الانسانيه. هعرفكم على طارق كيوان اللي بيصنع عربيات مخصصه للكلاب والقطط اللي تعرضت لبتر الساق. حدوته مختلفه تماما في تقرير لمراسلتنا، لا ده لمراسلنا شنودة سعد. اسمي طريق وان من محافظة دمياط، عندي ورشة خرائط معدن فالحمد لله رب العالمين، احنا ربنا كرمنا قوي فخصصنا من وقتنا كل يوم ساعتين للأعمال الخيرية. احنا قبل كده اشتغلنا وعملنا ساق لكلب رجله مبطورة، والموضوع اخد ايه صدى جامد جدا. ففي ناس اللي هم اللي بيحبوا اعمال الخير قالوا لنا طب ليه ما بتعملوش العربات بتاعت الكلاب المشلولة. فالحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني وابتكرت عربية والحمد لله اشتغلنا منها. بقى نشتغل كلهم في ورشتنا ساعتين انا والعمال بتوعي، الحمد لله بنعمل العربات دي بدون اجر. عملنا مطلوب مننا لحد دلوقتي 1400 عربية داخل مصر، نفذنا منهم بس على قدنا 171 عربية، ده غير بره مصر عملنا 37 عربية، وصلنا 20 للجزائر، وصلنا 12 لتونس، وصلنا 5 للمغرب الشقيق. احنا كلنا بنعمل اكتر من 10 عربيات، بس احنا ممكن نعمل اكتر من كده، بس طبعا احنا اللي بنقطعها المخرطة واحنا اللي بنجمعها واحنا اللي بندهنها عندنا طبعا عشان ما تتكلفش علينا، لان احنا مطلعينها ابتغاء مرضات الله. واحنا اللهم صل على النبي احنا اللي بنركب لها الاحزمه، والناس بيتواصلوا معانا احنا بنوديها لهم، بس طبعا هم بيحاسبوا على ايه؟ على شركه الشحن. بيجي لي التليفون انا عندي قطه كذا كذا كذا، لو هو مش هيبعتها لي اقول له صورها لي ويسل رجل اليد الاماميه كام والطول، وبحيث كده اروح اعمل له الايه؟ العربيه. انا سعيد جدا، انا لما جربت نفسي واشتغلت وعملت رجل الاول رجل لكلب، فحسيت ان الكلب بيضحك لي وبيشكرني ومبسوط جدا. ده حاجه يعني من يعني بصراحه ده كائنات لها الحق في الحياه، يعني لازم اساعدها، لازم يعني مثلا كلب مشلول من حقه انه يعيش زينا، من حقه طب انا اقدر اساعده اعمل له عربيه بحيث انه ايه يقدر يبقى له الحق في الحياه زينا. انا الحمد لله رب العالمين، انا بكون في قمه سعادتي، انا اليوم عندي يعني عمل اكتر من 12 ساعه، 10 لبيته ولاولاده وللدنيا كلها ومستقبل ولادي، وساعتين احلى ساعتين بشتغلهم مع ربنا سبحانه وتعالى اللي هم الساعتين اللي بشتغلهم لله، ببقى في قمه سعادتي انا والعمال اللي عندي. يا ريت كلنا نساعد بعض، يا ريت الاخوه الخراطين اللي في جميع المحافظات يشوفوا الفيديو وينفذوا، يا ريت كلنا ايه نكون ايه فريق واحد. في ايه كريمه بتقول وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم، فما تستصغرش الثواب اللي هتعمله مع حيوان، ما تعرفش ده قد ايه عند ربنا سبحانه وتعالى. استاذ طارق كيوان طبعا من دمياط، احنا بنحييه وبنشكره جدا على روحه الانسانيه العاليه. مش بس السويسريين، برضو احنا عندنا ناس في قلبها رحمه كبيره جدا وفي قلبها ثقافه الرفق بالحيوان، وهو اكبر نموذج على كده، وربنا يعني يكرمك يا استاذ طارق. الحقيقه لان الصوره اللي قدامنا دي لو تاخدوا بالكم يعني اكبر تجسيد لمساله انك بتساعد مخلوق ضعيف جدا انه يعني يكمل حياته رغم الإصابة او رغم فقدان ساق او بتره، لان دي ببساطة كده ومن غير كلام كتير بتعكس إنسانية ورحمة. شكرا استاذ طارق على هذا المجهود الرائع. وبعدين
عايز اقول لكم ان احنا يعني بعد شويه في حوار برنامج 90